بخير عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي تسمحوا لي بزاف 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 بالنسبه يعني للخواتات ديالي اللي طلبوا مني، لان شحال من وحده فيكم طلبات لي نوريكم كيفاش كان يعني كيفاش كنعجن في هذه ونطيب فيها، وتعطلت عليكم بزاف. سمحوا لي والله العظيم الا راه يعني نسيت نسيت، غير سمحوا لي بزاف. دابا غادي ندوز ان شاء الله باش نوريكم كيفاش كندير في هذه. اول حاجه هذا لو بول ديالها راه كندهنو بالزيت، انا كندير زيت البلديه، كندهنو بالزيت مزيان يعني من الجناب ومن الداخل عمرته بالزيت. من بعد كنزيد قياس كاس ديال الماء دافي يعني على هذا الزيت هذه اللي خاوي قبل ما ندير الطحين. بالنسبه للمقاييس راه ما كنقيسش يعني تقريبا ولفت واحد العبار، ولكن يعني شحال هذه ما درت هذا الخبز ما بقيتش عاقله على المقاييس. من بعد كنزيد الزيت، الكميه اللي كندير يعني الخبز انا كندير الصراحه كميه وافيه، لان كتعجبني الزيت البلديه بزاف وصحيه. جوج الخميره راه كما كتشوفوا انا كنشري هذه اللي مفرتته على حساب انها كدوم يعني مجففه، لانها مجففه يعني كدوم عندي ما كتخسرش، ماشي بحال الطريه يعني دغيا كتفسد. طبعا نزيد له الماء ونحركها مزيان، نوضع الخميره، انا نوضع شويه سنيده على حساب يعني باش يتحمر فقط، جوج معالق صغار بركه. الطريقه اللي كندير باش نخدمها كما كتشوفوا انا درت لها البريز كتعطيك المنيو يعني هنا بهاد البطونه هذه كما كتشوفوا راه مكتوبه بالالمانيه، انا ما كنعرفش الالمانيه ولا ما عرفتش من اللغه هذه كنظن الالمانيه، ولكن يعني حاولت ما امكن خديت هاد يعني هاد الكلمات هادو ودرت لهم الترجمه في جوجل، عطاني بالتقريب وفهمت يعني لي بروغرام شنو فيهم. انا كنختار يعني البروغرام رقم 7، هنا كيعطيكم لي بروغرام كما كتشوفوا يعني الرقم ديال البروغرام، وهنا كيعطيك يعني الدقائق اللي كيخدمها. انا كنختار يعني رقم 7 لان كنعجن بها 14 دقيقه تقريبا، يعني 7 رقم 7 وهو يعني كتحتاج 14 دقيقه باش تعجن. هي راه كاين البروغرام اللي كي يعني الطريقه باش كيخدم انا صراحه ما عجبتنيش يعني، وكياخذ وقت طويل باش يطيب لك الخبز، يعني خصو واحد 5 سوايع عادي يجهز الخبز. انا اش كندير، كندير العجين يعني كنعجنها 14 دقيقه، انا عندي لا ستارت باش تبدا يعني بس بدات تعجن دابا يعني كما تشوفوا انا يعني بدات تعجن. علاش انا كندير هكا؟ على حساب يعني باش يسربيني شويه، كندير 14 دقيقه ديال العجين كيتعجن، من بعد كنخليه يخمر حتى كنشوفو طلع وكندوز للطياب بالبروغرام 10 يعني كان هاد بيكن الا هي كتقرا ولا باكن ولا مهم. هاد البروغرام رقم 10 كنديرو ونطيب الخبز خير من انني يعني ندير البروغرام فيه 5 ديال السوايع، يعني الخبز راه ما كيجهز حتى كيغفر الله الذنوب كاملين. هذاك علاش انا درت هاد القضيه هادي، وراه كيطلع ليا يعني الخبز بحال ديك الطريقه اللي دايرين هما بحال الطريقه اللي درت انا. بالنسبه للملحه ما كنزيدها حتى كنشوف هنايا يعني حتى كدير لي استراحه ديالها راه كتوقف في 7 دقائق يعني كما كتشوف دابا راه تبدا تخدم سكسيسيف، ومن بعد يعني 7 دقائق كتسكت واحد المده. ما فاش كنزيد انا الملحه كما كتعرفوا الملحه من الاحسن ما تزادش من الاول، هذاك علاش يعني كنعرفها غير كنمشي نقضي شغلي غير كتسكت كنجي نزيد لها الملحه ومن بعد نخلى بدا تخدم. حاجه اخرى كنزيدها البنات هي كما كتشوفوا الزنجلان، عزيز عليا بزاف وهو صحي، كنديرو هو والنافع للاسف تقاضى ليا النافع، كنديرو في الداخل ديالو يعني في الداخل فاش يتعجن، ومن بعد كنديرو في الواجهه. كيعجبني بزاف لانه صحي ويعني مزيان للدراري الصغار، لهذا راه كنديرو انا في وسط الخبز ويعني والفوق.
تشوفوا حبسات يعني من الخدمه، دابا غادي نخليها في المكان ديالها حتى تخمر، يعني حتى تخمر لي العجينه ونشوفها يعني فالزاجه بدات كطلع، وحيت كنعرفها يعني وصلت المستوى ديال الخموريه ديالها. غادي ندوز باش ندير كما قلت لكم البروغرام باش كنطيب. لما كنشوفوا تنفخ يعني بحال هكا يعني مازال ما تنفخش بزاف، كندوز باش ندير لو بروغرام الاخر اللي قلت لكم. يعني فاش كتسالي الخدمه ديالها راه ضروري نوقفها، انا نسيت ما وقفتهاش قبيله. غادي نمشي للمنيو ونقلب على رقم 10، هو هذا رقم 10 يعني عنده ساعه ديال الطياب، وكندير ستارت. دابا يعني غادي نسد عليه كما كتشوفوا، غادي يبدا يتنفخ يزيد يتنفخ لان اصلا خاصها موده باش كتسخن عاد يعني كيبدا الطياب. كما كتشوفوا هي راه كملت دابا يعني رجعت للصفر صفر. كما كتشوفوا الخبز ديالي راه طاب وراه باقي سخون بزاف. دابا غادي ندوز باش نحيدو ان شاء الله من بلاصتو، نحاول نهز بالزيف سخون بزاف. كما كتشوفوا الخبز هو هذا، الخبز ديالي هو هذا كما كتشوفوا، راه كيجي زوين وطايب. حاجه واحده اخرى اللي نقولها لكم، ربما الا ما كنتوش كتبغوا هذا اللون يعني يجي باهت تجي محمره كلها، فقط الفران الاخر وكديرها وكتتحمص يعني ما كتبقاش هكا اللون ديالها، ولكن هي راه طايبه يعني الخبز راه طايب لان ديما تناكلوه. نقطع باش تشوفوه، شوفوا راه طايب. كتعرفوا بلي ان الخبز يعني ديال الزرع كامل، الخبز القمح الكامل كيكون يعني خصو يبرد عاد تقطعوه باش ما كيبقاش يتعجن. نتمنى نكون فدتكم يعني بهذه الطريقه هذه اللي كندير انا ديال العجين. بالنسبه لكم الا عندكم الوقت باش تخليوها طيب وتعجن خطره واحده يعني راه كتاخذ 5 السوايع، ديروها ونساوها حتى تكمل الراسها. الى اللقاء.